آه في نقاط مهمة لابد أن نؤكد عليها خاصة كمتخصص الآن في الأدوية. لابد ما الدكتور أشرف أن يوصى المريض أنه يتوجه إلى الدكتور عشان يصرف كمية كافية من الدواء. نقص الدواء في الحج هذا تقصير من الحاج وقبل كذا من الطبيب المعالج لأنه ما تم توجيه هذا الشخص إلى آه أخذ كميات كافية في في وقت الحج. للأسف نقصها في هذا الموسم من الصعب جدا أن يكون لها بديل بل م... ما هو كذا بس ممكن في المريق... بعض الأحيان يتهاون يقول لك أنا الحين في الحج أنا أكافئ نفسي أجلس والله الحين في فترة إجازة من الأدوية ما أبغى أخذ أدويتي هذا الشيء لابد أن يركز الدكتور والصيدلي للحاج أنه هذا الشيء ممنوع لأنه أنت الآن تبغى تحج فأنت حتسوي إرهاق للجسد فكمية الدواء لابد أن تكون كافية وأن يوصى المريض بالالتزام بها ما يكافئ نفسه أنه يقول والله خلاص أنا اليوم ما هاخذها الشيء الثاني طبعا بالنسبة لأمراض مز... زي القلب زي السكر وهكذا آه يعني أنا في بعض ما أخذ ممكن حد نطرق لها عن طريق الصحافة والتوعية بالطريق الإعلام هو أنه بعض الأدوية وجودها مهم وغيابها قد يؤدي إلى مضاعفات الان وجودها مهم بالشكل السليم والصحيح بمعنى اخر بعض المرضى يعتقد لو انا اخذت اليوم حبتين ضغط مثلا حقدر اروح ان شاء الله وانا ارجم بنفسي وانا اسوي المناسك بنفسي ما احتاج اني اوكل احد لا التوعيه المطلوبه الان هو انه اعطائهم التعليمات السليمه الالتزام بما هو مطلوب بشكل دقيق لا ازيد ولا انقص جدا مهمه هذه النقطه المهم كمان ان تحفظ بشكل سليم ما ينفع انه اقول له للحاج والله خذ الانسولين في الوقت الفلاني وهكذا وبعد كذا اخذها في يده ولا اخذها في درجه حراره 40 45 50 وبعد كذا ياخذها المريض عشان يضبط فيها السكر ما حيشتغل انسولين زي كذا يتكسر خلاص ما حيكون فعال فلابد برضه من توضيح هذه النقاط يعني وقت صرف الادويه ملزم الصيدلي في ذاك الصيدليه يقول له والله هذه طريقه حفظها بعدها عن الاشعه مثلا بعدها الرطوبه في بعض الادويه ممنوع لها رطوبه. برضه مهم جدا انا رايي بالنسبه للحملات الحج ان يكتب الحاج ايش امراضه اللي هو يعانيها والامراض المزمنه. لحتى انا اعتقد هذه جزء مهم انها ممكن بعد كذا يصير في يعني في الحمله اللي هو فيها موجود مع الحجاج اللي هم موجودين في نفس الحمله لو عرفوا انه مثلا هذا المريض هو مريض صرع على سبيل المثال يقدروا يسعفوه يقدروا يتصرفوا مريض سكر مريض ضغط فيعرفوا كيف يتوجهوا معه سواء كان الحجاج اللي هم معه او الكادر الطبي المصاحبين في الحملة. برضو من الاشياء المهمه ادويه القلب خاصه والسكري والصرع والربو في ادويه يعني غير مسموح انه يتحرك فيها هذا الحاج من غير ان تكون موجوده في يده زي على سبيل المثال الاسبرين لمريض القلب ولا البخاخ اللي هو او الحبه تحت اللسان اللي هي الالام اللي, اللي هي احتشاء عضله القلب او ما يقال عنها باللي هي الذبحه القلبيه ما هو منطقي انه راح الحج وحيسوي جهد كبير زي كذا ويخرج من غير ما يكون عنده هذه الحبوب تكون موجوده في شنطه يده ما استنى لين تحصل المشكله الى جانب طبعا وجود الحملات اللي تسعف في الوقت المناسب من الأشياء برضو اللي أعتقد مهمة جدا في حقيبة أي حاجة سواء كمريض أو كان سليم إن شاء الله المسكنات في بعض الحاجات يقول لك لا أنا ما أتعرض للألم أبغى يعني أعيش الألم بحذافيره عشان أنا كل ما تألمت حاخذ أجر أكبر ما في سند شرعي لهذا الشيء فالمسكنات مهمة بس إيش المسكنات برضو أهم يعني ما ينفع مريض القلب اقول له والله خذ لك فولترين ولا خذ لك بروفين هذا ضار اصلا ما ينفع ياخذ مريض القلب فبرضه المسكن يكون متماشي مع نوع المرض لو لا بشكل عام المسكنات برضه يكون لها طريقه صرف موحده الجرعات تكون منبه لها كيف الجرعه وبرضه لو كانت كريم ولا كانت يعني كانت مراهم ولا كانت حبوب ولا كانت ابر برضه هذه لابد ان يكون لها توجيهات خاصه فيها. برضه الملينات مهمة جدا أنتوا عارفين في بعض الناس يكون عندها خوف أو زي ما له فوبيا من الأماكن المختلفة من الزحام فيحصل عنده إمساك لفترات طويلة يعتقد هذا الشيء طبيعي لا ما هو طبيعي لذلك في بعض الأحيان أنا خاصة لو كان مريض القلب سكر كبير في السن أو حتى شخص عادي نقول له أخذ معك ملين بحيث لو صارت المشكلة هذه في هذه الطريقة السليمة للتصرف في هذا الوقت إلى جانب طبعاً وجود السوائل مهم المدرات مهمة جدا في امراض اللي هي زي القلب او او الكلى او في بعض الامراض السكرية لابد أن يكون في برضو اللي هي المدرات ان تكون برضه بشكل سليم بعيد عن الاشعة يتم توجيه الحاج كيف يستخدمها الى جانب انه يعني اعتقد من المشاكل اللي يواجهها الحجاج يقول لك ما يعني اعتذر منك ما في دورة مياه فما بأخذ اخذ المدر ما أخذ المدر يصير في تهلكة فلا خذها وما شاء الله الان الاماكن مهيئه ومجهزه بشكل ما شاء الله ممتاز جدا تقدر ان شاء الله يعني تقضي الحاجه في نفس الوقت ما تضر نفسك. الادويه الوصفيه في تهاون من قبل المجتمع بشكل عام طبعا وفي هذا الموسم بشكل خاص يقول لك والله هذه مضاد حساسيه خذ لك هذه الحبه والله كويسه جربتها كان عندي طفح وراح تكتشف انها كورتيزون مثلا يقول والله لا هذا شوف والله هذا ممتاز جدا وانا جربته وليمني بشكل جميل حتلاقيه مسكر مع ماده منومه هذه الاشياء اللاوصفيه لابد ان كلها ضوابط وهذه ان شاء الله الدوله الان بتشتغل على هذا الموضوع لكن لنا ك ك كاعلام وكحمله توعويه للحجاج حتى هذه الادويه اللوصفية لابد ان تكون ضمن اطار طبي بمعنى لا يسمح لمريض الضغط او مريض القلب ان ياخذ آه ما يقال عنه بانه مضاد الاحتقان من غير اشراف طبي لانه هو نفسه سيرتفع الضغط عنده مع وجود درجه حراره مرتفعه مع وجود جهد قد يؤدي لا الله الى ارتفاع ضغط المريض الى ارقام مخيفه تؤدي الى تلوين مباشر في الاسعاف شوف يعني هو دواء بسيط الا انه ممكن مضاعفاته تكون آه شديده لذلك برضو حتى هذه الادويه لابد ان تكون باشراف طبي صيدلي وان يقال المريض ما هي الاشياء المتوقعه لو حصلت لا سمح الله هذه المشاكل كيف يتصرف. التفاعلات الدوائيه هذه طبعا من مشاكل الازل هذا عشان كذا تصير في معظم الاوقات بنحاول نستنفر يكون لنا ان شاء الله مناوبات حتى على مدار 24 ساعه لانه يعني في بعض التفاعلات الدوائيه انتم عارفين طبعا دواء مع دواء بيستوي تفاعل قد يكون محبوب بعضها محبذ زي ما بيحس نسوي مع الاسبرين مثلا والبلافكس بعض المضادات التخثر بعضهم يشتغلوا مع بعض عشان اخذ كميه صغيره من كل علاج ويصير عندي المفعول قوي لكن في بعضها لا التفاعل هذا ما هو تفاعل محبب بالعكس يقلل من لبعض او يؤدي الى زياده الفعاليه بالزياده المطلوبه فيحدث زي ما بيحصل مع الوارفرين مثلا المضادات الحيويه ممكن يصير نزيف عند المريض امور زي كذا لابد طبعا ان يكون في اشراف طبي صيدلي توجيه طبعا اكيد ولو حصل اضطر ياخذ العلاجين مع بعض ايش هي التوصيه الصيدلانيه المناسبه من الاشياء اللي دائما كنت انا اقولها للمرضى عندنا في في المستشفى انت الان تاخذ انسولين وتاخذ مودرمول لازم تحط في بالك حاجه مهمه جدا الانسولين بيشتغل على الشوائب والمدر نفس الشيء لما ياخذهم مع بعض لابد يكون عنده فكره المريض انه هذا التفاعل اللي هيحصل بينهم هيؤثر على نسبه الشوائب في الجسد معنى كذا مطالب انت انك انت تتابع هذا الشيء تحس في دوخة تأخذ السوائل بكمية مناسبة نأخذ بعض الأغذية مثل التمر ولا الموز عشان يرفع نسبة الشوائب في الجسم فبالتالي ما يحصل عنده هبوط أو لا يحصل لا سمح ما عنده ضربات قلب غير محببة وهكذا طبعا التفاعلات هذه ما حتنتهي لكن أنا قصدي برضو نحطها كعنوان وبعد كذا السادة الموجودين إن شاء الله المغطين في حملات الحج موجودين وبإذن الله على مستوى علمي ممتاز يقدروا يغطوا هذه الجزئية